بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض محاضرات البروسيس سينثيسيس اند موديلنج، وان شاء الله هنبتدي النهارده مع بعض شابتر 13 اللي هو سينثيسيس اوف ا بروسيس يوزنج ا سيميوليتور اند سيميوليتور ترابل شوتينج. هنتكلم في الشابتر ده ان شاء الله عن استخدام السوفت وير باكجز عشان اعمل سيميوليشن للكيميكال بروسيس. ايه هو البروسيس سيميوليتور؟ What is a process simulator? Process simulator هو software أو برنامج هيعمل لنا الحسابات الأساسية اللي هي إيه؟ Material balance, energy balance, equipment sizing, multi-stage separation, reactor design. Software ده طبعا شركة معينة بتنتجه for commercial purpose. عندنا examples كتيرة زي KimCAD, Aspen Plus, HiSys و Proto. وده إن شاء الله اللي هنتكلم عنه في الشابتر ده. Who should use process simulator؟ مين اللي المفروض يستخدم البروسيس سيميليتور؟ زي ما احنا بنقول البروسيس سيميليتور هو بيعمل العمليات الحسابيه الاساسيه في البروسيس، ماتيريال بالانس، انرجي بالانس، سايزنج، رياكشن وهكذا. اللي بيستخدم البروسيس سيميليتور لازم يكون شخص اكسبيرينسد، لازم يكون اكسبيرينسد انجينير. البروسيس سيميليتور should only be used by experienced engineers who are able to analyze and emphasize the results. لان زي ما هنشوف البرنامج نفسه او السوفت وير باكج انا بديها جيفنز انبوتس وهو بيعمل الحسابات، ففي النهايه انا عندي اوتبوت. الاوتبوت عباره عن ارقام، سايز مثلا بتاع رياكشن، سايز بتاع هيت اكسشينجر، كومبوزيشن بتاع ستريمز. لو انا مش قادر احدد بشكل في خبره كويسه جدا، مش قادر احدد طريقة الحسابات والمودلز اللي هستخدمها ونتائج الحسابات دي منطقية ولا لا، يبقى الارقام اللي هتطلع دي هتبقى غير موثوق فيها في المرة. عشان كده new fight engineers او اللي هم المهندسين المبتدئين are dangerous users. يبقى لازم يكون الشخص نفسه عنده خبرة، عشان كده اللي بيشتغل على البروسيس سيميليتور ده بيبقى من المهندسين اللي الاليت شوية او اللي عندهم خبرة في الحسابات او العمليات الصناعية. ايه هو الاستراكشر بتاع البروسيس سيميليتور؟ بيتكون من ايه؟ تعالوا كده نشوف الرسمه اللي قصادنا دي. نبص على الجزء اللي على الشمال، ايه البيزك كومبيوتيشنال اليمنتس في البروسيس سيميليتور؟ وتقدر بقى نوع السوفت وير او نوع الباكج، مش مهم النوع، المهم ان هي بتتكون من مجموعه اليمنتس. تعالوا نشوف هي ايه. اول حاجه الكومبوننت داتابيز. اي سيميليتور هيبقى عنده داتا بانك، مخزن فيه معلومات عن الكومبوننتس. ايه هي الكومبوننتس؟ الكيميكالز، هيدروجين، هيليوم، ليثيوم، بريليوم، ميثين، ايثين، بروبين، كل الاليمنتس اللي موجوده في المركبات الكيميائيه. خلاص، فده اول حاجه الكومبوننت داتابيز، وطبعا معاها بقى البروبرتيز بتاعتها، الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها، البويلنج بوينتس والهيت كاباسيتي والحاجات دي. اوكي، تاني جزء الثيرموداينامك موديل سولفر، وده مهم جدا وهنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. ازاي بحسب الثيرموداينامك بروبرتيز، الهيت اوف ميكسينج، ازاي بعمل الليكويد فيبر ايكوليبريم، كل الكلام ده بيحتاج ثيرموداينامك موديل سولفر. تمام، وفي انواع كتيره بقى للثيرموداينامك موديل سولفر، في الايكويشنز اوف ستيت، وفي الاكتيفيتي مودلز، وفي حاجات مثلا فيها الباينري كوفيشنس، والكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. ده تاني اليمنت بختاره وانا ببني الموديل بتاعي. تالت حاجه الفلو شيت بيلدر، ان انا بحط الفلو شيت بتاعي عباره عن الستريمز والاجهزه، بتاخد اسماء، بتاخد ارقام، بتاخد تتابعات وهكذا، بحيث ان انا ابني الفلو شيت بتاعي اللي بيوصف البروسيس. رابع حاجه اليونت اوبريشن بلوك سولفر. اليونت اوبريشن بلوك سولفر هو عباره عن الالجوريزم اللي بيحل اليونت اوبريشن، سواء اليونت اوبريشن دي هيتر، كولر، رياكتور، ديستيليشن، وات ايفر، في سولفر بالجوريزم معين، مثلا لو ممكن يكون محتاج ترايل او مش محتاج ترايل على حسب، بيحل لي البلوك دوت او الايكويبمنت دي. بعد كده في داتا اوتبوت جنريتور، اللي هيطلع ده هعرضه على هيئه تيبل، هعرضه على هيئه جراف، فيها نشوف اشكال مختلفه. بعد كده عندنا في الفلو شيت سولفر، يعني بعد ما بحل الاوبريشن، بعد ما بحل اليونت اوبريشن، ممكن يكون عندي مجموعه يونت اوبريشنز كتيره، برجع تاني وحل الفلو شيت بحيث اكمل
السيستم كله او البروسيس على بعضها. طيب ايه انواع السوليوشن الجوريزمز؟ عندنا ثلاث انواع من طرق الحل في البروسيس سيميليتور. اول طريقه بنسميها سيكوينشال موديولر. يعني ايه سيكوينشال موديولر؟ يعني بيحل الموديول او الاكويبمنت، هنا الموديول هو الاكويبمنت، بيحل الموديول او الاكويبمنت 1 باي 1. يعني مثلا سي مثلا حاطط له هيتر وبعدين رياكتور وبعد كده سي مثلا ابزورج، فبيحل الهيتر على بعضه وبعد كده يحل الرياكتور على بعضه خلصه وبعد كده يحل الابزوربشن. ده بنسميه سيكوينشال موديولر بروسيس از سولفد اكويبمنت بيس باي بيس. النوع الثاني بنسميه سيمالتينيوس نون موديولر. يعني ايه؟ كل البروسيس ايكويشنز اللي بتكون الموديل بتاعي او الفلو شيت بتاعي بتتحط في بيج ماتريكس كبيره بتتحل كلها على بعضها كانه بيحل الفلو شيت كله على بعضه ك1 موديل ببيج ماتريكس فيها كل الايكويشنز تتحل مع بعضها. تمام، ده النوع الثاني. النوع الثالث بيجمع ما بين ده وده اللي بنسميه سيمالتينيوس موديولر، يعني فيه الفيتشرز بتاعه الاثنين اللي فوق. واحنا الحقيقه مش هنخش قوي في الكورس بتاعنا في تفاصيل هو بيحل ازاي او الالجوريثم شغال ازاي. ده هيبقى يمكن الناس بتوع الرياضه او المهتمين بطرق الحل العدديه، دي مش القصه بتاعتنا قوي في الكورس ده. هنتكلم دلوقتي عن الانفورميشن ريكوايرد، الانبوت داتا اللي السيميليتور عايزها مني. اي سيميليتور هيبقى محتاج مني داتا بحيث ان هو يقدر يحسب. فتعالوا نكاتيجورايز الداتا ونشوف ازاي بندخلها في البروجرام. اول نوع من انواع الانبوت داتا سيليكشن اوف كيميكال كومبوننتس. لازم في الاول وانا ببتدي البروسيس سيميليتور اقول له والله انا هشتغل بمجموعه الكيماويات دي، هشتغل بالبروسيس بتاعتي فيها مثلا سي او 2، فيها سي او، فيها اكسجين، فيها ميثين، فيها بروبين وهكذا. خلاص، يبقى السيميليتور عنده داتا بانك انا بختار فيها يمكن اكتر من 1000 كومبوننت. اللي احنا شايفينه ده فان شاء الله هنتكلم في الكورس بتاعنا عن استخدام الاسبن هايسس. تمام، فهنريفير كل حاجه للكومبوننتس بتاعه الاسبن هايسس اللي هي هتبقى مشابهه لاي لفكره اي سيميليتور تاني. فمثلا دي سكرين شوت من الاسبن هايسس، بنشوف ازاي بنختار الكومبوننتس. مديني هنا اهو الداتا بانك بتاعه الكومبوننت وبكتب بسيرش مثلا على الاسم فول نيم او بحط الصيغه بتاعتها مثلا سي اتش 4 وهكذا، وبختار الكومبوننت وبحطه. طبعا ان شاء الله هيبقى عندنا تيوتوريالز ثانيه خاصه بالهايسس لوحدها، بس احنا هنا اهو بنتكلم عن السيميليشن انجن. تاني نوع من الحاجات اللي احنا عايزين ندخلها للسيميليتور اللي هو الفيزيكال بروبرتي موديل اللي بنسميه ثيرمو باكج او فلويد باكج، وده اللي بيوصف الثيرموديناميك بروبرتيز بتاعه الميكستشر ولو في ليكويد فيبر ايكوليبريم. وعندنا انواع كتيره الحقيقه من الباكجز في الايكويشن، ودي ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل لوحدها. الثيرموديناميك باكجز في الايكويشنز اوف ستيت، في الاكتيفيتي مودلز، وهنشوف كل واحده ايه يعني بتبقى مناسبه لكيس معينه. والحقيقه اتس اكستريملي امبورتنت بارت، مهمه جدا، عشان اختيار الثيرموديناميك موديل هو اللي بيضمن لي ان الحل مظبوط ومنطقي. لو انا اخترت ثيرموديناميك موديل مثلا ايكويشن اوف ستيت وكان عندي زي ما هنعرف بعد كده يعني وكان عندي ليكويدز مثلا بولر ليكويدز، هلاقي نفسي نتائج غلط خالص ملهاش اي علاقه بالواقع. تمام، فهل اختار موديل مبني على الموليكولار ويت ولا اكتيفيتي موديل زي ما هنعرف بالتفصيل كمان شويه. ده هيخضع للخبره، هيخضع ساعات للهلب من السيميليتور نفسه لما بدخل له مجموعه كومبوننتس وبقول له ايه المناسب كايكويشن اوف ستيت عشان توصف الكومبوننتس اللي انا دخلتها قبل كده. ثالث معلومه سيليكشن اوف او ثالث انبوت داتا سيليكشن اوف فلو شيت توبولوجي. لازم ادخل للسيميليتور الفيد، يعني ادخل له الانبوتس الستريمز. مثلا ادي الستريم سميته رقم واحد، دخلته على بامب وبعد كده
سميت الستريم اللي خارج فيه، دخلته على رياكتور، طلعت فيبر وطلعت ليكويد. ده الفلو شيت توبولوجي، بحط فيه الستريم نمبرنج او نيمنج، ممكن احط ارقام او اسماء، وبحط اكويبمنت برضو، بحط الاكويبمنت وبديها اسماء او ارقام زي ما انا عايز في الفلو شيت بتاعي. بنكمل مع بعض الانبوت داتا. دلوقتي رابع حاجه محتاجين نديها كانبوت للسيميوليتور هو سيلكشن اوف فيد ستريم بروبرتيز. اكيد عندي اي بروسيس ليها فيد ستريم، الفيد ستريم دوت انا محتاج ادخل له المعلومات الاتيه: الكومبوزيشن، الفلو ريت، التمبريتشر والبريشر، تمام، او التمبريتشر والفيبر فراكشن او البريشر والفيبر فراكشن لو انا بتكلم على ساتوريتد ليكويد او ساتوريتد فيبر، تمام. فالسكرين شوتس ديت من الاسبن هايسس، ادي الكونديشنز اللي بالازرق ده اللي احنا الانبوت بتاعنا، فاحنا حاطين التمبريتشر والبريشر 25 درجه مئويه و100 كيلو باسكال، والماس فلو ريت 100 كيلو جرام بير اور، ومدخلين الكومبوزيشن هنا عندنا مثلا ميثين، سي او 2، نيتروجين، اكسجين، H2O، ومدخلين الايه المول فراكشن بتاعهم. وطبعا هو بقى بيحسب الايه الفيبر فيز والليكويد فيز، وهنا مثلا الفيبر فراكشن كان 0.8259 وهكذا، تمام. يبقى تاني اللي بندخلهم كومبوزيشن، فلو ريت، وتمبريتشر وبريشر، او تمبريتشر وفيبر فراكشن، او بريشر وفيبر فراكشن لو انا عندي ساتوريتد ليكويد او فيبر. بعد ما دخلنا الانبوت ستريم او الفيد ستريم، بدخل البروبرتيز او الاكويبمنت بارامترز. والحقيقه عندنا تو ليفلز من الانفورميشن او من البروسيس سيميليشن في الاكويبمنت: البيزك ليفل والديزاين ليفل. البيزك ليفل عندي الاكويبمنت، بدخل البيزك انفورميشن. مثلا لو انا عندي اكسشينجر هنا، فانا الانبوت داتا بتاعتي هيبقى البروسيس ستريم اللي داخل لها الفيد بروبرتيز، والاوتليت كونديشن انا عايزه مثلا يسخن عند درجه حراره، يوصل لدرجه حراره مثلا هو داخل 100 مثلا وعايزه يوصل ل 200 مثلا او 240 او 250 او تبقى. خلاص اللي هيتحسب بالسيميوليتور هو الديوتي وبقيه البروبرتيز بتاعه الستريم اللي خارج. ده بنسميه بيزك سيميوليشن، يعني ما دخلش بقى في الاريا اوف هيت ترانسفير، ما دخلش في نوع اليوتيليتي او الفلوريد بتاع اليوتيليتي وهكذا. خلاص ده البيزك ليفل. تاني ليفل الاكثر تعقيدا او الاكثر مواصفات اللي هو الديزاين او البرفورمانس ليفل. يعني ايه؟ يعني انا بدخله برضو البروسيس ستريم وبقول له الاوتلت كونديشن، وبقول له ان انا هستخدم مثلا يوتيليتي معينه، وهيت ترانسفير كوفيشنت يو مثلا بيساوي كذا، والافكتيفنس فاكتور، كل الحاجات دي هدخلها له، فهيطلع لي البروسيس ستريم اوت زائد الديوتي، هيقول لي الهيت اكسشينجر ده الكيو بتاعته كذا، والهيت ترانسفير اريا بتاعته كذا، واليوتيليتي فلو ريت مثلا الستيم كذا. يبقى ده بنسميه الديزاين او البرفورمانس ليفل. طيب عايزين نشوف دلوقتي ايه الانفورميشن الريكوايرد لكل جهاز بحيث ان احنا نحل البيزك ليفل بتاعه. ليفل 1 البامب محتاج اعرف الاوتلت بريشر او الدلتا بي اللي موجوده في البامب هترفع بمقدار كذا. الكمبريسور محتاج برضو اعرف الاوتلت بريشر او الدلتا بي والمود اوف كومبريشن، تمام، هل هو ايسنتروبيك ولا بوليتروبيك ولا وات ايفر. الكولر والهيتر محتاج اعرف الكونديشن بتاع الاوتلت ستريم. طبعا انا كل ده الانلت او الانبوت معروف، تمام، الفيد معروف، بنتكلم بقى ايه الحاجه اللي انا محتاجها عشان الاوتبوت احله او الجهاز ده احله. الهيت اكسشينجر اختلافه عن الكولر والهيتر ان الكولر والهيتر بيبقى في ستريم، البروسيس ستريم داخل وبيطلع بعد ما بيسخن او بيبقى او بيبرد، والناحيه الثانيه بتبقى الديوتي. لكن هيت اكسشينجر بيبقى عندي اتنين ستريمز داخلين واتنين خارجين كهيت اكسشينجر، وبالتالي فانا محتاج اعرف الكونديشنز بتاعه البوث اوتلت ستريمز. الفايرد هيتر زي الكولر او الهيتر فيما عدا الاختلاف ان هو بيبقى بيتم احتراق وقود سواء ناتشورال جاز او وات ايفر ديوتي يعني، فببقى محتاج اعرف الكونديشن بتاعه الاوتلت ستريم. الميكسر الميكسر في البروسيس سيميليتورز مش هو الميكسر اللي احنا متعودين عليه في المصانع اللي هو فيسل وفيها قلاب وكده، لا ده انا عندي تو ستريمز
يعني كانهم ماسورتين وبيلتقوا في تي مثلا او اي جانكشن في كماسورتين. هنا بنحطهم كميكسر و يعني هو اكتشلي جهاز فيرتشوال ما هوش موجود يعني. تمام. اللي احنا محتاجينه هو الاوتلت بريشر او البريشر دروب في الميكسر او في المفروض اللي هي التي بتاعت الماسوره اللي هو فيها تو ستريمز. سبليتر برضو نفس الحكايه, ببقى محتاج الاوتلت بريشر والبريشر دروب زائد ريليتيف فلوز اوف اوتلت ستريمز, لان السبليتر هو عباره عن ماسوره بتتقسم او بتتفرع الى ماسورتين او ثلاثه او اربعه او whatever, وبالتالي فانا محتاج البريشر دروب ومحتاج الريليتيف فلوز بتاعه كل ستريم خارج. الفالف محتاج برضو اعرف الاوتلت بريشر او البريشر دروب في الفالف دوت. اما بالنسبه للرياكتورز فالنيدد انفورميشن قبل ما نقول هي ايه, تعالوا نشوف ايه انواع الرياكتورز الموجوده في السيميليتورز بوجه عام. اول نوع اللي هو ستوكيومتريك رياكتور, تاني نوع كاينيتيك رياكتور, تالت نوع اكوليبريم رياكتور, ورابع نوع جيبس رياكتور, وخامس نوع باتش رياكتور. ستوكيومتريك رياكتور ده اللي هو ابسط رياكتور خالص, محتاجين نبقى عارفين ايه الرياكشنز اللي عندنا والستوكيومتري بتاعتها. محتاج ابقى عارف التمبريتشر والبريشر والكونفرجن بتاع الليميتنج رياكتور, يبقى لازم احدد في كل رياكشن ايه الليميتنج رياكتنت اللي انا استخدمه والكونفرجن بتاعه. ده ابسط انواع الرياكتورز. تاني نوع اللي هو الكاينيتيك رياكتور, برضو بعرف فيه طبعا الرياكشنز والاستوكيومتري بتاعتها والكاينيتيك بارامترز اللي هو مثلا ال A والكونستانت اللي هو A وال E اللي هي الانرجي اللي احنا محتاجينها في ارهينيوس ايكويشن الاكتيفيشن انرجي. يبقى بعرف الكاينيتيك بارامتر وطبعا بقى معرف الريت ايكويشن ونوع الرياكتور, هل هو سي اس تي ار ولا بلاك فلو رياكتور. تمام. ده بالنسبه للكاينيتيك رياكتور. الاكوليبريم رياكتور بتبقى بحدد الفراكشنال ابروتش للاكوليبريم, يبقى عندي الاكوليبريم كونستانت سواء بقى فانكشن في تمبريتشر او تيبل كونستانت وتمبريتشر فيرسس تمبريتشر يعني, وبابا معرف طبعا الرياكشنز والاستوكيومتري بتاعتها, وزي ما قلنا بنحط فراكشنال ابروتش للاكوليبريم, او مثلا بابا محدد درجه حراره وهو بيحسب الاكوليبريم عند درجه الحراره دي. رابع نوع اللي هو جيبس رياكتور, ببقى كل اللي انا عايز احطه ان هو بحط الكومبوننتس في الاوتلت ستريم وهو بيستخدم الجيبس رياكتور بتستخدم الفري انرجي مينيمايزيشن تكنيك عشان تحسب الاوتلت كومبوزيشن. تمام. نيجي بعد كده للجزء الخاص بالفلاش يونت. انا محتاج الانفورميشن اللي انا محتاجها عشان اعرف الفلاش يونت هما تو بيسز اوف انفورميشن, يا اما البريشر والتمبريتشر, التمبريتشر والديوتي بريشر, ومثلا الليكويد على فيبر ريشيو وهكذا. محتاج تو بيسز اوف انفورميشن. بالنسبه للديستيليشن عندي نوعين من انواع الديستيليشن في في السيميوليتورز, يا اما بنستخدم الشورت كات ديستيليشن او الريجورس او اللي هو الحسابات الدقيقه اللي هي بنسميها ريجورس كالكوليشنز. الشورت كات ميثودز ببقى محتاج اعرف الكي كومبوننتس, الفراكشن ريكفري في الكي كومبوننتس في التوب والبوتوم, الكولم بريشر اند بريشر دروب, والريفلكس ريشيو. دي الحاجات اللي انا محتاجها, محتاج اعرفها عشان احل الديستيليشن في الشورت كات. الريجورس طبعا ببقى محتاج النمبر اوف ثيوريتيكال بليتس, كوندنسر وريبويلر ديوتي, الكولم بريشر والبريشر دروب, الفيد تري والسايد برودكت لوكيشنز لو انا هاخد سايد برودكتس, والتوتال, ولازم نبقى عارفين ان التوتال نمبر اوف سبيسيفيكيشنز هيساوي النمبر اوف برودكتس. تمام. وطبعا يعني الريجورس بتاخد كالكوليشنز اكتر وبتبقى دقتها اكبر من الشورت كات ميثود. بعد كده عندنا الابزوربر والستريبرز, دول بيبقى التيب نيد انفورميشن فيري سيميلر لريجورس ديستيليشن, باستثناء ان انا ما عنديش ريبويلر ولا كوندنسر وعندي اتنين فيد, بيبقى فيد من فوق وفيد من تحت. ليكويد ليكويد اكستراكتورز برضو بيبقى عندي ريجورس تري تو تري كالكوليشن زي الديستيليشن, بس في نقطه مهمه لازم اخد بالي في الليكويد ليكويد اكستراكتور من اختيار الثيرموداينامك باكج المظبوطه, عشان انا عندي هنا في تو ليكويد فيزز فلازم يبقى الليكويد ليكويد ايكوليبريم متحقق.
في ثيرمو باكج مختاره بعنايه، فدي لازم ناخد بالنا منها.